العريس واسست بكريم دالي، وادعو السيده وهيبه دالي لتستحق التقدير والتشفيق حقها. عجبك؟ يعني هذا التراث هو تراث اصيل، وعجبنا ان القاعه مفتوحه على من جديد يجدد، وهذه هي روح الجزائر. وبدون هذه الثقافه، بدون هذا التراث الاصيل، لا يمكننا ان نقفز في المستقبل ان شاء الله. شكرا. وسنقفز الى تنميه مستدامه دائما. طبعا مليح كبرتوا لي شويه الميكرو، زاد شويه انا من كلش عندي يعني مقدمات، ما تكونش عندي ديدودان يعني مهيلات. طبعا هذه الامسيه نكرم هذه الجمعيه، طبعا تكريم سيكون اعتراف وتقدير وتشجيع. طبعا سي سمير تفضل بومجان طبعا لهذا التكريم الذي طبعا هم، وهؤلاء هم شباب الجزائر، هؤلاء هم جيل الغد من اجل صناعه الغد، صناعه دائما للتواصل وتواصل الاجيال. زيدوا لهم تصفيقه حره. طبعا سيد الفيس بريزيدون، سيد نائب الرئيس، مرحبا بك. سي مالك شرفتنا كثير ايضا. جيب واحدة منكم ولا واحد، أرواح واحد صغيرة فيهم، أرواح لا موندولين، أرواح وخيرناها كيف كيف أنا وياك يعني. ها با 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 أرواحي معاها فيه، أرواح ادخل هاي تحشم بزاف. أرواحي مالها تركي. وي طبعا تكريم للجمعية من طرف الجنادية إلى السيدة وهيبة دالي. طبعا طبعا نموذج طبعا للمؤسسات الثقافية التي تحتاج التشجيع في الجزائر. طبعا شكرا جزيلا لكم. والموعد الثاني كاين يعني عرض ثاني، بقاو طبعا للفرقة التي من جمعية الفنون الجميلة بالجزائر. شكرا.